الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أسس النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة الإسلامية في يثرب ولم يكن قد هاجر بعد. ماذا حصل وكيف هاجر النبي عليه السلام من مكة إلى المدينة المنورة؟ مع فضيلة الشيخ عماد عكاوي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، ما تكلمت به مهم جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة المكرمة إلى يثرب التي سماها الرسول المدينة، عندما هاجر إليها المدينة أي الطائعة، أسس قبل ذلك فيها قاعدة عريضة لقبول هذه الدعوة المحمدية، حيث أقبل الناس فيها للدخول في دين الإسلام بعد بيعة العقبة الأولى التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بعض الأفراد من أهل يثرب. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير، وهو واحد من أهم الصحابة الأجلاء الذي نشر دين الله عز وجل في يثرب، ولم يترك بيتا من بيوتها إلا ودخله الإسلام. ثم بعد ذلك، بعد سنة تماما، جاء وفد أكبر بكثير بالعشرات، نحو 70، من يثرب إلى مكة المكرمة للقاء النبي عليه الصلاة والسلام. بعض هؤلاء كان قد دخل في الإسلام، وبعضهم جاء لأول مرة ليلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وصلوا إلى مكة المكرمة وكان اللقاء في العقبة، كذلك في مكان العقبة، في نفس المكان الذي التقى به الوفد الأول، والعقبة في منى خارج مكة المكرمة. وإلى اليوم للفائدة يوجد مسجد هنالك معروف، مسجد صغير يسمى مسجد العقبة، حيث التقى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوفد الكبير. التقى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حصل ما عرف ببيعة العقبة الثانية. وبيعة العقبة الثانية تختلف كثيرا عن بيعة العقبة الأولى. عدد الأناس كان أكبر بكثير، بعدة أشياء، عن البداية 12. نعم، العدد كبير. هذا العدد متنوع من الأوس والخزرج. هذا العدد فيه من زعماء الأوس والخزرج، من كبار زعماء الأوس والخزرج في يثرب. ذكرت لنا أن الأوس والخزرج كانوا على خصام مستمر. نعم، كانوا على خصام مستمر وتوحدوا بالإسلام، تآلفت قلوبهم بدخولهم في دين الإسلام. نعم. هذا الوفد عندما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول بايعهم، ولكن هذه البيعة كانت مختلفة عن الأولى، كذلك حتى بنص هذه البنود. البنود الأولى كانت أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان من بين أيديكم ولا خلفكم، ولا تعصوني بمعروف. 6 بنود. أما البيعة الثانية كانت من حيث عدد البنود أقل، ولكن هذه البيعة كانت البيعة للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أدى ذلك إلى موتهم في سبيل الله تعالى. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل أو في المنشط والمكره، وتبايعوني على النفقة في السعة والضيق، يعني تنفقون في سبيل الله تعالى مهما كانت أحوالكم، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، والبند الأخير وهو الأساس، وأن تنصروني إذا قدمت عليكم، وأن تمنعوني كما تمنعون أو مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. يعني أن تنصروني وأن تدافعون عني إذا قدمت إليكم إلى يثرب، إلى المدينة المنورة، كما تمنعون أنفسكم وأبناءكم وأزواجكم من المكروه. تحضير الأرضية لانتقال النبي كبير جدا، وهذا كما تفضلت زيادة على التحضير، هذا مبايعة، حتى أن بعض العلماء قال هذه مبايعة الموت سماها البعض، لأنهم يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفها أحدهم، كان من بينهم رجل اسمه العباس. هذا العباس بن عبادة قال لهم
يعني معناه وهو موافق على هذه البيعة، ولكن أحب أن يظهر بعض الأشياء. هذا معناه أنكم تبايعون رسول الله على محاربة الأسود والأحمر، يعني على العرب ستحاربون كل من يعادي رسولنا صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم نبايع النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كانت دعوته للسلام وللمحبة والتآلف. نعم نعم نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أصل دعوته هذه وهذا، ولكن يحتاج إلى نصرة وإلى قوة. لماذا هذا الطلب؟ لأن المشركين وصل بهم الحال إلى قتله صلى الله عليه وسلم وإلى محاولة قتل أصحابه عليه الصلاة والسلام، فصار يحتاج حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى مكان أكثر أمناً لنشر دين الله عز وجل. يعني قوة تدفع إلى قوة نعم نعم صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى يثرب، كانت قد هيئت هذه المدينة لقبول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولنصرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء عرفوا بالأنصار. الأنصار هم من سكان المدينة. الأنصار نعم هم سكان يثرب، سكان المدينة. طيب والمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. نعم صحيح فضيلة الشيخ، فإذا المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى يثرب، والأنصار هم من أهل المدينة. صحيح. يقال أن بعض الذين هاجروا بهدف تحسين وضعهم المعيشي، فنهبوا بعض قوافل العرب ويعني استولوا على الأموال من أجل تحسين معيشتهم، ماذا تقولون؟ الجواب على ذلك، أولا وهذا شيء مهم جدا، الهجرة من مكة إلى المدينة كانت فرضا فرضه الله سبحانه وتعالى على النبي ومن معه من المسلمين. لم تكن الهجرة خوفا أو جبنا أو هروبا أو يأسا من واقع الحال. لم تكن الهجرة يأسا من واقع الحال. نحن اليوم قد يهاجر فلان من بلده إلى بلد آخر لأنه يجد أنه في ضيق في هذه البلد مثلا التي هو فيها، فيهاجر بحثا على فرص عمل. أما هؤلاء الصحابة لم يفعلوا ذلك. طيب يعني التقى المهاجرون بالأنصار، هنا كيف كان هذا اللقاء؟ كيف تعاملوا مع بعض؟ كيف تعايشوا؟ قبل أن أذكر لك كيف تعايشوا، تعقيبا على ما ذكرت، المهاجرون عندما هاجروا من مكة المكرمة إلى يثرب تركوا دورهم وتركوا أموالهم. يعني إذا نحن أردنا أن نقول فلان أراد أن يهاجر وأن يهاجر سرا، أغلب الصحابة هاجروا سرا بدون علم أهل مكة. هذا لن يبيع بيته ولن يبيع أرضه، بل سيترك البيت وسيترك الأرض التي كانت له. وحتى أن بعض الصحابة ترك كل ما معه من مال، يعني المشركون أخذوا منه كل المال. صهيب الرومي هذا الصحابي الجليل أراد أن يهاجر وكان من كبار التجار، فلما هاجر بدون علم أهل مكة كمنوا له في مكان فأحاطوا به وقالوا له يا صهيب أنت تهاجر تلحق بمحمد؟ قال نعم. قالوا له أنت جئتنا صعلوك لا مال لك، ثم تاجرت بمالنا فأخذت مالنا بزعمهم، يعني أنت صرت من كبار التجار والآن تريد أن تهاجر يعني من ورانا. نعم من ورانا. فقال لهم أدلكم على مالي، كيف الإيثار والتضحية في سبيل الله تعالى. قال أدلكم على مالي أين هو، خذوه كله يعني، ولكن خلوا بيني وبين الهجرة. يعني نفهم أن من دروس الهجرة الإيثار. نعم تماما، والتضحية. والتضحية. فقالوا له دلنا على هذا المال، فدلهم أين المال، فأخذوا ماله وتركوه. عندما وصل صهيب الرومي إلى مكة إلى يثرب من مكة المكرمة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد عرف بالأمر، فلما دخل صهيب وقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، كان يكنى بأبي يحيى. فهذا فيه تضحية كبيرة. هذا لماذا أقوله؟ لأقول لك إن المهاجرين عندما هاجروا لم يهاجروا بحثا عن المال كما يقال، أو لقطع الطرقات أو لأخذ أموال غيرهم، لا، إنما امتثالا لأمر الله تعالى. الله سبحانه وتعالى مدحهم في القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى وصفهم بالصادقين في القرآن الكريم. فلذلك عندما وصل المهاجرون من مكة المكرمة إلى يثرب كان الأنصار باستقبالهم، والأنصار هم أهل يثرب الذين نصروا وأيدوا حبيبنا محمدا عليه الصلاة والسلام.
فضيلة الشيخ، لو كلمتنا عن واقع حال مكة وحال المدينة، يعني كيف كان التجارة والمعيشة هناك، ثم نتكلم عن يعني الفارق بين المدينتين، لأنه هاجروا من مكة إلى المدينة، فماذا وجدوا من فارق؟ الفارق الذي كان بين مكة وبين يثرب، نعم، أن أهل مكة يعتمدون في معيشتهم على التجارة، نعم، وهذا ذكر في القرآن الكريم رحلة الشتاء والصيف، نعم، حيث كان أهل مكة يتجرون في رحلتين في العام، رحلة إلى بلاد الشام ورحلة إلى بلاد اليمن. كما نقول موسمين للتجارة. نعم، موسمين للتجارة كان في مكة المكرمة، وأهل مكة أكثرهم يتعامل بالتجارة، حتى أن حبيبنا محمدا عليه الصلاة والسلام في أول شبابه كان يتجر بالمال لعمه أبي طالب، ثم صار يتجر بالمال لزوجه خديجة رضي الله عنها، التي وجدت فيه الصدق والأمانة وال الذكاء والفطنة، حتى عرضت نفسها عبر ابن عمها على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تزوجها. طيب المدينة، أما المدينة يثرب، أهل يثرب ما كانوا يتعاملون بالتجارة، إنما كان جل عملهم الزراعة، كانوا يعتمدون على الزراعة، لا سيما زراعة النخل، يعني كانوا قد شهروا إلى الآن، يعني اليوم إذا أنت ذهبت إلى الحج أو إلى العمرة عادة تأتي بالتمر من أين؟ المدينة. من المدينة. فأكثر أهل يثرب يعتمدون في عملهم على الزراعة. طيب، أناس اشتغلوا أو معتادون على التجارة، وأناس معتادون على الزراعة، كيف سيفتجتمع هذه الخلطة؟ فلنقول لذلك عندما وصل المهاجرون إلى يثرب، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أذكى خلق الله تبارك وتعالى ماذا فعل؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار. كثير من الناس يسمع هذه الكلمة، ما هي الأخوة؟ ولكن ما المراد بالأخوة؟ وقد تسأل أنت، ما هو بالأصل إنما المؤمنون إخوة، الله تبارك وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة. طب ما هي خصوصية التآخي الذي حصل بين المهاجرين وبين الأنصار؟ ما هي الأخوة؟ نعم تماما، الرسول عليه الصلاة والسلام جمعهم ثم صار كأنه يفرزهم، أنت أخوك فلان، فهذا معناه أنه يقاسمك بماله ومسكنه مثلا وطعامه وشرابه. يعني هذا الأنصاري ماذا يفعل مع هذا المهاجر؟ يعطيه من ماله كي يعتاش وكي لا يمد يده إلى الناس، لأنه جاء من بلد كان يعمل بالتجارة إلى بلد تعتمد على الزراعة وهو لا يعرف أمر الزراعة، فكيف سيأكل؟ كيف سيشرب؟ فعندما حصل التآخي بين المهاجرين والأنصار، الأنصار قسموا أموالهم، وبعضهم قسم داره بينه وبين المهاجرين، يعني البيت الواحد سكنه. نعم قسم بين هذا الرجل وهذا الرجل. بعض المهاجرين ما يعني كان عندهم من عفة النفس الشيء الكثير، عبد الرحمن بن عوف تحديدا، الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين أحد الصحابة من الأنصار، سعد بن الربيع. هذا سعد بن الربيع كان من أسر الأثرياء في يثرب. قال له أقسم مالي بيني وبينك وأعطيك دارا وإلى آخره. فماذا قال له عبد الرحمن؟ لا أريد منك شيئا، ولكن دلني أين السوق. أين السوق؟ يريد أن يشتغل بالتجارة باللي بيعرف. وكان السوق حينها عند اليهود، عند بني قينقاع. فذهب النبي عليه، فذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق، ثم من يومه ذلك بدأ بالتجارة، فما عاد إلا وقد ربح. ثم ذهب في اليوم الثاني ثم تزوج من أهل يثرب، ثم صار من أغنى الأغنياء في أهل يثرب أو في تلك البلدة، في تلك المدينة. لذلك أمر الهجرة والتآخي الذي حصل بين المسلمين، بين الأنصار وبين المهاجرين، أمره عظيم جدا. وهذا لا يدل على أن المهاجرين استمروا في اعتمادهم على مال الأنصار، لا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كما يقول العلماء حافظ على مال الأنصار. يعني بعض الأنصار قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل نقسم نخلنا بيننا وبينهم؟ فقال لهم النبي: لا تفعل لهذا الأنصار، إنما أعطيهم من الثمر، اكفهم من الثمر. لماذا قال النبي ذلك؟ لأن هذا النخل لو أخذه هذا المهاجر لا يعرف كيف يتعامل معه. نعم، فلذلك قال له النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. عشان تكلمت عن الإيثار، تكلمت عن الأخوة، تكلمت عن يعني التضحية،
يعني عندي استيضاح قليل، كيف آخى النبي، أين أخوه، لم ينتقل بعد النبي إلى يثرب، يعني أين حصلت عملية التآخي بين المهاجرين والأنصار؟ حصلت عملية التآخي بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، انتقل عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى يثرب، مع أول وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى يثرب وجمعهم حينها حصل التآخي. هذا لم يحصل قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. نعم. الأنصار بايعوا النبي على أي شيء؟ على نصرته، أليس كذلك؟ على تأييده، وهذا التأييد كان واضحا. يعني أعطيك مثالا عن هذا التأييد الذي حصل من الأنصار. أولا، عندما بايع الأنصار حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، بايعوه على نصرته إذا قدم إليهم في يثرب. نعم. إذا قدم إليهم في يثرب، ولكن هذه البيعة ليس معناه عند الأنصار أنهم لا يؤيدونه إذا كان خارج يثرب، وهذا الاختبار تبين بعد فترة وجيزة. كيف تبين هذا الاختبار؟ يعني كأن هؤلاء الأنصار تعرضوا للاختبار من النبي عليه الصلاة والسلام عند معركة بدر الكبرى. معركة بدر الكبرى حصلت بعد الهجرة بنحو سنتين. الرسول خرج إلى منطقة بدر، إلى ناحية بدر، ليعترض قافلة للمشركين، ليس لأن المسلمين قطاع طرق، لا أبدا، إنما هذا لأن المشركين أخذوا أموال المسلمين في مكة المكرمة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسترد شيئا من هذا المال. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان، عرف أبو سفيان الذي كان حينها رئيسا لهذه القافلة، فأعاد الطريق إلى مكان آخر. عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام تبين له أن المشركين خرجوا من مكة لقتاله، فصار يستشير الناس ماذا نفعل. جمع كبار الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، سيد الناس، أفهم الناس، أعقل الناس، ماذا يفعل؟ يستشير. وهذا يدل على عظيم حكمته صلى الله عليه وسلم. فعندما استشارهم قام المهاجرون، قام أبو بكر، قام عمر، قام المقداد بن عمرو، كثير من الصحابة من المهاجرين تكلموا وأيدوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما تكلم واحد الرسول يقول: أشيروا علي أيها الناس، وينظر إلى الأنصار. فقام سعد بن معاذ وهو من زعماء الأنصار ووقف وقال: يا رسول الله، كأنك تريدنا بكلامك هذا، تردد أشيروا علي أيها الناس، كأنك تريدنا من الأنصار. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. فماذا قال له سعد رضي الله عنه وأرضاه؟ قال له: يا رسول الله، إن أعطيناك أو بايعناك ونعلم أنك على الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فوالله والذي بعثك بالنبوة لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، إنا لصدق في الحرب، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله، فسر على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا كبيرا، وهذا كان كأنه اختبار للأنصار الذين أيدوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأييدهم كان في المدينة وخارج المدينة. فضيلة الشيخ، تكلمت عن التواضع والتطاوع والتآخي والأخوة والإيثار وإلى التضحية، هذه الأخوة كيف أثرت في بناء الدولة الإسلامية؟ الأخوة أثرت في بناء هذه الدولة الإسلامية. نعم. أن الأنصار والمهاجرين أصبحوا بنعمة الله إخوانا، وألف الله بين قلوبهم، صاروا كالبنيان المرصوص. كيف هذا؟ أولا، الأوس والخزرج كما ذكرت لك منذ قليل كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في حرب مستمرة. نعم. ولكن الله تبارك وتعالى أكرمهم بالإسلام فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. فلما جاء المهاجرون الله سبحانه وتعالى أيضا ألف بين قلوبهم وبين الأنصار، فأصبحوا كالبنيان المرصوص. هذا التأسيس
هذا التأسيس كان له دور كبير في وضع ما عرف بصحيفة المدينة. وما هي هذه الصحيفة؟ صحيفة المدينة هو أول دستور مكتوب كما يقول أهل العلم، أول دستور مكتوب في التاريخ وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بكاتب بعد أن جمع الناس، ثم صار هذا الكاتب يكتب بنودا كثيرة. هذه البنود الكثيرة كانت تنظيما للعلاقة، كانت تنظيما للعلاقة بين المسلمين فيما بينهم، المسلمين مع المسلمين، المهاجرون والأنصار، كيف ستكون العلاقة فيما بينهم، بالأخوة والعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أخطأ أحدهم فأمره إلى الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم فيما بينهم. ثم هذه الصحيفة فيها تنظيم للعلاقة بين المسلمين واليهود. اليهود كانوا في المدينة وكانوا قوة في المدينة، وكانوا خارج المدينة في حصون كذلك. الرسول بهذه الصحيفة وضع أمورا، منها مثلا أن اليهود في المدينة، أن اليهود في المدينة عليهم أن لا يؤازروا المشركين من قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. أن اليهود في المدينة إذا تعرضت المدينة لحرب من قريش أن يساندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدافعوا عن المدينة. هل فعلوا ذلك؟ يعني هل لم يفعلوا؟ اليهود عرفوا بالغدر. اليهود عرفوا بالغدر. نعم. وأن ينفقوا إذا احتاج الأمر، أن ينفقوا في محاربة المشركين إذا قدموا إلى يثرب إلى المدينة المنورة. وموافقتهم على ذلك على ماذا يدل؟ على أن الأخوة، هذا الذي أنت سألت، التي حصلت بين المهاجرين والأنصار أسست لقاعدة دولة قوية عظيمة. من هو قائدها؟ رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه البنود تدل على أن الذي وضعها كأنه يشير إلى نفسي، أنا القائد وأنا الذي أقرر، رئيس المسلمين، أنا الذي أقرر 1، 2، 3، 4 وعليكم أن تطيعوا. فاليهود أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصحيفة التي عرفت بصحيفة المدينة، وهي دستور قانون مكتوب، ومع أنهم فيما بعد غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء المشركون، عندما جاء المشركون إلى حرب النبي في المدينة. حتى أن من هذه البنود الرسول عليه الصلاة والسلام منعهم من التجارة مع قريش، يمنع عليكم أن تتاجروا مع قريش، لمن؟ لليهود. وقالوا نفعل. تأسيس النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان تأسيسا عظيما من كل النواحي. أولا الناحية الاجتماعية، التآخي بين الأنصار والمهاجرين، منها ناحية القانون والنظام، القانون والنظام، قانون الدولة والدستور الذي وضع بين المهاجرين والأنصار، وبين المهاجرين والأنصار من ناحية واليهود من ناحية. ثالثا أسس النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، منها المسجد. أول ما دخل إلى المدينة بنى المسجد، أمر ببناء المسجد، وهذا كان بالنسبة للصحابة معلما كبيرا ومرجعا مهما لهم، كأنه المركز. كيف تم اختيار هذا المسجد، مسجد الرسول؟ الاختيار، يعني استعراض سريع. الاختيار كان بإلهام من الله عز وجل. الرسول عندما دخل إلى المدينة كان يركب على ناقة. هذه الناقة التي كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول قد أرخى زمامها وسارت. جاء بعض الصحابة حبا بالنبي يركض ليأخذ زمام هذه الناقة ليجرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خلوا بينها إنها مأمورة، أي اتركوها تمشي فإنها مأمورة، أي ملهمة بأشياء. فوصلت هذه الناقة إلى مكان وبركت فيه، جلست. نعم. فقال النبي قال هنا المسجد، قال هنا المسجد، ثم قامت بعد قليل ومشت قليلا ثم بركت وقال هنا الحجرات، أي هنا بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كيف كان اختيار هذه البقعة، هذه الأرض لبناء المسجد. وهذه الأرض كانت ليتيمين من أهل المدينة، عندما عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار أرضهم لتكون مسجدا هم قالوا نهبها للرسول. الرسول ما رضي، ما قبل، قال بثمنها، وأصر ودفع الثمن. جميل. دفع الثمن ثم بنى هذا المسجد، والذي استمر بناؤه لعدة أيام في تلك البقعة.
هذا من ضمن الأشياء التي أسسها الرسول. ومن الأشياء المهمة التي أسسها الرسول غير الناحية الاجتماعية والناحية البناء المركز الذي هو الجامع، ومن الناحية القانون والتنظيم، من الناحية الاقتصادية ماذا فعل النبي في المدينة عندما وصل؟ أمر ببناء السوق، أمر ببناء سوق للبيع والشراء. ما كان عند أهل يثرب سوق إلا عند اليهود. صار اليهود، اليهود كانوا يتحكمون بأمر التجارة. اليهود كانوا يتحكمون بأمر التجارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء السوق وأن يعمل به، ووضع أسسا كبيرة في هذا السوق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم كيف يكون البيع الحلال، ومن غش فليس منا، وكان صلى الله عليه وسلم يدور بنفسه في هذا السوق لينظر إلى أحوال الناس وإلى أحوال البيع والشراء. إذن فضيلة الشيخ، كلمتنا عن دروس كثيرة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم بعد نحو 1400 عام، ما هي هذه الدروس التي تفيدنا في حياتنا اليومية المعاصرة؟ كيف نستفيد مما حصل فيما مضى؟ الذي يستفاد منه الكثير من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبملخص كثير أو دقيق أو قليل سنقول هذا الملخص، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم إلى يثرب أسس، وضع أسس الدولة، التكافل الاجتماعي، التآخي بين الناس، المحبة فيما بين الناس، التضحية والإيثار التي كانت موجودة عند الأنصار تحديدا، والتواضع والتطاوع. ثم من الناحية التنظيمية، أن هذا المجتمع يحتاج إلى تنظيم ولا تكون الأمور فوضى، لا يصلح الناس فوضى. وأن الناحية الاقتصادية لم يغفلها النبي عليه الصلاة والسلام، ببناء السوق ونحو ذلك. فلذلك نحن حقيقة إذا نظرنا إلى دروس الهجرة المباركة ننظر إليها بعين الفائدة لبناء هذا المجتمع ولرفع هذا المجتمع إلى ما هو أحسن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، اللهم آمين. يعني الهجرة ليست مجرد ذكرى، وإنما هي دروس وعبر نتعلم منها ومن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نشكركم فضيلة الشيخ على الوقت الذي يعني قضيتموه معنا في الاستوديو هنا، بارك الله فيكم. أكرمكم الله، وأسأل الله تعالى لي ولكم الخير دائما. أحسن الله إليك. إذن مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن الإصغاء، كل عام وأنتم بخير، ولنتعلم دوما من دروس الهجرة النبوية التواضع والتطاوع والتحاب والتآخي. بهذه الكلمات نختم، نستودعكم الله تعالى.